إخوان نيف قبل ما ندوس الجواب ديالو كتر ما أنه جاوبنا راه جاوبنا أعطانا صيفط لي توني ديالو مرش بلكم الكتبه ولا لا. السلام عليكم خويا فاروق، كيدير لاباس عليك؟ كلشي بخير حاك وشي مزيان؟ الله يسهل عليك أخويا. خويا فاروق صافا أخويا، كلشي مزيان مرتاح ديفا حكيمي صعيب يجاوب. مرحبا بكم الاخوان في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم سبيسيال ديال بصح، اللي كيف ما تكونوا شفتوا في المينياتور ايكون تحدي. كلكم ما تكونوش عرفتوا على اللائحه النهائيه اللي غتمثل المنتخب في كاس افريقيا اللي ضمات 27 لاعب. التحدي ديالنا انا في هذا الفيديو غنصيفطوا ميساج لكاع لي كونفوكي. التحدي هو على الاقل يجاوبنا النص، اي 13 لاعب 14 لاعب. ايوا كسر التليفون. الو هو باقي ما مابونيش، وصلتني لابيل الاخوان. صافي الاخوان اللي باقي ما دايرش ابوني يدير دابا ديال الوقيته ويخلي شي تعليق زوين باش نقول نجيبو هاد الفيديوهات. فين باي دوي واحد من اللعاب اللي مكونفوكي اللي هو يونس عبد الحميد مدافع ديال غين، ما عندوش انستغرام، دونك الناس 26 لعاب اللي نقدروا نصيفطوا لهم ميساج سهل علينا وقد لينا الحساب. دونك ما بين 26 لعاب اللي غنصيفطوا لهم ميساج خاص على الاقل يجاوبونا 13 فنبداو. ولكن قبل نخليكم مع ونيكس بدل اللي كتعتبر واحد من احسن المواقع اللي بغيتي تلعب على الفرق ديالك المفضله، هو ضروري ما تركزوا على ثلاثه الحوايج. اول حاجه وضروري مهمه، ضروري تكون في 18 عام. ثاني حاجه اللينك كيخدم معايا في المغرب، وثالث حاجه ما تنساش تخدم البرومو كود ديالي فرح 11 باش يعطيك 130 دولار. ونصحكم حتى بواحد الجروب تيليجرام اللي هو هذا اللي كتعتبر احسن جروب كاين لو بغيتي تلعب على الفرق المفضله ديالك، اخليكم حتى هو في الديسكريبشن. ديكاس اي واحد من الشهيد وما عندناش مع الكسالى. صوب دابا انا نحط اللائحه قدامي ديال كاع اللاعب اللي مكونفوكيهم، نبدا نصيفط لهم ميساج واحد بواحد. سواء قدام انستغرام ديالي باي دوي الاخوان اللي باقي ما مفولويناش انستغرام ديال لقيتها. اول لاعب عندنا في اللائحه هو منير الكجوي او المحمدي حارس ديال الوحده، صيفطوا له ميساج. هو الكونت ديال منير ولينا مفولوينا، دونك نصيفطوا له ميساج. شنو نقولوا ليه؟ اوكي صيفطوا له ميساج بالسوليونيه. ولا منير كوم استاش هرمانو، ماشي كونتراو كيستو غراباندو فيديو بارا يوتيوب اي لا ايديا اش كي بوي انفيار منساخي ا طولوش كونفوكادوس دي لا سيليكسيون ماروكي اونو بور اونو يا فير كي مي كونتيستا. تانغو ريتو دي كي مي كونتيستا لا ميتاد دي لا ليستا اي تو اريس ال بريميرو اشي كي تي انفيو منساخي. ريسبوندامي كون لو كي كيراس كي لو ويا باسار اثير باسار ان يوتيوب. شكرا غراسيس هرمانو. كاول ميساج الاول لمنير، قلت ليه عندي تحدي انني نصيفط ميساج لكاع اللعابه ديال المنتخب واش شكون غيجاوبني فيهم. اوكي شنو الثاني؟ شكون الثاني؟ هو ياسين بونو تا هو مفولوينا، دونك تا هو غالبا غيجاوبنا. بونو غندوي مع بالدارجه بيان سير. سلام خويا ياسين، كدير لاباس عليك؟ لقيتيني كندير واحد الفيديو في يوتيوب، الفكره اللي طاحت عليا هي انني صيفط ميساج لكاع اللعابه اللي مكونفوكين وعندي التحدي ديال انهم يجاوبني النص فيهم. الا قدرتي تجاوبني هذا الميساج باش ما بغيتش باش ندوزو في يوتيوب حتى اللي تحسب انك جاوبتين الله يحفظك ليها برو. بون كوراج بور لا كوب وداك الشيء كامل. دونك ها هو ياسين بونو صيفطنا ليه ميساج. شكون عندنا من بعد؟ عندنا المهدي بن عبيد تا هو مفولويني. اوكي صراحه مفولوين بعضياتنا، ما عمرني ما دويت معاه. صيفط لي ميساج. سلام خويا مهدي، كدير لاباس عليك؟ لقيتني كندير واحد الفيديو في يوتيوب ديال انني انصيفط ميساج لكاع اللعابه اللي مكونفوكين في المنتخب وعندي التحدي ديال انه على الاقل يجاوبوني النص فيهم. دوك الا قدرتي تجاوبني على هذا الميساج مهمه بزاف باش ما بغيتيش تجاوبني باش ما بغيتي ندوزها في يوتيوب بالتالي تحسب انك جاوبتيني كواحد من اللعابه ديال المنتخب. شكرا بزاف اخويا، بون كوراج في البطوله وكاع لي كومبيتيسيون ان شاء الله. دوك حنا صيفطنا ميساج لثلاثه، عندك تبلوكيني انستغرام. نمشيو الدفاع نير حكيمي صعيب يجاوب. حكيمي كيخليك صيفط اوديو. شو عند محمد الشيبي؟ صيفط ميساج للشيبي اش نقولوا ليه؟ سلام خويا محمد، كدير لاباس عليك؟ لقيتني ندير واحد التحدي في يوتيوب ديال انا صيفط ميساج لكاع اللعابه ديال المنتخب اللي تكونفوكا في لا ليست فينال وعندي التحدي ديال انه على الاقل يجاوبوني النص فيهم. تقدرتي تجاوبني على هذا الميساج باش ما بغيتي ان شاء الله باش ندوزو ليهم في الفيديو وبالتالي تحسب. الله يحفظك ليا براو، عندك الميساج اللي قدرتي تجاوب عليه باش ما بغيتي. شو عند عبد الكبير ابقر؟ صيفط له ميساج. واش كذوب بالدارجه؟ كذوب العربية. دونك هاو نصيفط ليه شي ميساج زوين. اوكي ولا يرمان عبد الكبير، كيدير لاباس عليك؟ شتي غاسين دو ريتو كدير واحد ديفي فلاشين يوتيوب ديالي ما عرفتش واش كدو الدارجه ولا لا. خاصني نصيفط ميساج لكاع اللعابه اللي تكونفوكاو للمنتخب وخاص على الاقل يجاوبوني النص. دونك الا قدرتي تجاوبني على الاوديو باش ما بغيتي باش تحسب لي انك جاوبتيني وبالتالي تحسب لي نقطه. شكرا بزاف ابرو، تبارك الله عليك طول لابويو انت ولا كيستاش عاطين درمان والله كوغاج. شو عند غني مسيس وصيفطوا لي ميساج. سلام خويا سيس، كي داير؟ جي ان ديفي دو ماشين يوتيوب كي اوج دوا اونفوي ان ميساج ا تو لي كونفوكي دو لا سيليكسيون ناسيونال اي جي ال ديفي كو كو موا لا موتي مي ريبون. دونك سي تو بو مي ريبوندر افيك كو كو سو تو ميدرا بوكو ا غاني ال ديفي. سي اون فيديو بور ماشين يوتيوب داكور. شكرا خويا.
شكون عندنا مورا؟ عندنا نايف. نايف تمناو يجاوبني. نايف مفولويني قدر يجاوبني. اوكي انا نصيفط لي ميساج. سلام خويا نايف، كي داير؟ لاباس عليك؟ تولا تكون بخير ومزيان. لقيتيني كندير واحد لا فيديو في يوتيوب اللي خاصني نصيفط فيها ميساج لكاع لي كونفوكي، وخاص على الاقل يجاوبوني النص باش نربح. غندوز فيديو في يوتيوب، دونك قلت نصيفط لك ميساج. شكرا بزاف اخويا، قدرتي تجاوبني باش ما بغيتش. اليوم سبت الحامد ما عندوش، مشى عند شادي رياض. صيفط له ميساج، نمشيو عند مزراه. وي مزراه بينا اللغه خصني ندوها بلونجلي. عندنا يحيى عطيه الله خويا، لعبت البطوله مسرحه كدو الدارجه. سلام خويا يحيى، كي داير؟ لقيتي دير واحد لا فيديو ولا شين يوتيوب ديالي فين خاصني نصيفط ميساج لكاع اللعابه اللي تكونفوكاو بوغ لا كوب دافريك، وخاص على الاقل تحدي ويجاوبوني النص. وشكرا لك بزاف ابرو، لا قدرتي تشوف هذا الميساج جاوبني عليه باش تحسب لي نقطه. مشيو لوسط الميدان لبلال الخانوس. الحمد لله جاي اوناحي كدو الدارجه. سلام خويا زدي، لقيتي دير واحد الفيديو ولا شين يوتيوب فين خاصني نصيفط ميساج لكاع اللي تكونفوكاو بوغ لا كوب دافريك، وعندي تحدي ولا تشالنج انه على الاقل خصني يجاوبوني النص فيهم. الا قدرتي تجاوبني على هذا الاوديو باش ما بغيتي فهمتي باش تحسب لي انا جاوبني واحد اخر. وشكرا لك بزاف ابرو، خصني 13 جواب. اوكي نمشيو عند اسامه العزوزي. سلام خويا اسامه، ام دوين ا تشانل فور ماي يوتيوب شانل وير اي نيد تو مسج اول ذا مروكن بلايرز ذات ار كونفوكيتد تو ذا افريكان كاب. اف يو كان انسر تو ذيس مسج ات ويل هيلب مي ا لوت. اوكي اف يو كان هيلب مي اوت ثانك يو سو ماتش، جود لك. شات سفيان امرابط. هلو خويا سفيان. خويا سفيان، ذا تشالنج از that I need the half of the players it will help me a lot. عندنا سليم ملاح في ميساج. سلام خويا سليم، كون فاتو كومونستاس؟ واش فينا دو غندوي بحال فرونسي ولا سبليونيه؟ كنت نقول لك انا ندير واحد تشالنج فلاشين يوتيوب ديالي فين خاصني نصيفط ميساج لكاع اللعابه اللي مكونفوكين بوغ ليكيب ناسيونال. تقدر تجاوبني على هذا الاوديو باش ما قديتي باش تربح الفيديو ولا التحدي. هادشي ميدغا بوكو فخيغ، شكرا بزاف. شكون اخر؟ عندنا امير ريتشاردسون. اوكي تفتح لي ميساج. سلام خويا امير، جو سوي اون تران دو فيغ ان تشالنج بوغ ماشين يوتيوب و جو دو انفوي ا تو لي جور دو ليكيب ناسيونال دي ميساج. لو تشالنج سي كو جو دو اتر ريبوندو بار لا موتي او موان. تو ميدغا بوكو بوغ اي غانيي. Merci frère et good luck pour la coupe. Bonne chance. Inch'Allah, je vous fous. Je suis Hakim Ziyech. Plan. Sauf ton message, Ziyech. Maintenant, Ismail Saibari. Salam khou Ismail, how you doing? I'm doing a challenge for my YouTube channel where I need to message all the Moroccan players and get answered by the half of you. That's the challenge. And thank you so much and good luck for the African Cup, bro. Amin Adli. Doing a challenge for my YouTube channel by answering. Thanks, bro. ايوب الكعبي. ايوب الكعبي الحمد لله كيفهم الدارجه. السلام خويا ايوب، كي داير؟ لاباس عليك. لقيتي دير واحد التشالنج ولا واحد الفيديو فلاشين يوتيوب ديالي فين خاصني نصيفط ميساج لكاع اللعابه ديال المنتخب وفين التحدي خاص على الاقل نص فيهم يجاوبوني. ضحكتك ليا برو، شكرا بزاف. حظ سعيد في لاكوب ان شاء الله. عندنا يوسف النسيري. السلام خويا يوسف، كي داير؟ لاباس عليك. لقيتي دير واحد التحدي فلاشين يوتيوب ديالي القناه ديال يوتيوب وفين التحدي خاصني نصيفط ميساج لكاع اللعابه ديال المنتخب اللي غادي لافريك وفين خاص على الاقل يجاوبني النص. جاوبني باش ما بغيتي باش تحسب لي انك جاوبتيني وقدر ربح التشالنج. وشكرا لك بزاف هيرمانو. تدي شالو ميخور يموت غراسياش. شكون الاخر؟ طريق تيسودالي. سلام خويا طريق، كي داير؟ تبارك الله عليك على لا سيزون ديالك. ام دوين ا فيديو، ما عرفتش كنت دوي الدارجه ولا مزيان ولا لا. ام دوين ا فيديو فور ماي يوتيوب شانل وير نيد تو جيت انسرد باي ذا مروكان فوتبول بلايرز. وتبارك الله عليك على لا سيزون اللي داير، ارقام زوينه بزاف وغود لك في الافريكان كاب. بقى لينا ثلاثه. امين حارث. سلام خويا امين، جو سوي اون تران دو فيغ ان تشالنج بوغ ماشين يوتيوب و جو دو انفوي لي ميساج بوغ تو لي جوغ دو ليكيب ناسيونال اي لو تشالنج سي كو جو دو ايتر ريبوندو بار لا موتي او موان. تي ميدرا بوكو اي ميرسي فرير. بون شونس بوغ لا كوب. عبد الصمد زلزولي. السلام خويا عبد الصمد، كي داير؟ استوي سيندو ريتو بار مي كانال دي يوتيوب دوندي استوي ماندو من شخ يا طولو شخو غادرش دي لا سيليكسيون ا كوستا اي مارفيل نا لا كوبا افريكانا سي بويس كلارو هرمانو. موتا غراسيش بور تودو اي تي سولو ميخور بور لا كوبا. قرينا واحد الاخوان اللي هو سفيان بوفال. سلام خويا، سلام خويا سفيان بوغ ما شين يوتيوب. نسمع سو هكا الاخوان كيكونوا صيفطنا ميساج ل 26 لعاب هدف ويشوفونا 13 ونشوفوا شحال من واحد يجاوبنا فيهم. نتمنى واخا صعيبه سيرتو في هذا البريود مي راه جواب علاش لا. سو الاخوان انا رجعت لكم من بعد تقريبا جوج ثلاثة سيمانات ما عرفتش شحال ديال الوقت تعطلت على الفيديو الاول. في قلت لكم غنصيفط ميساج لكاع اللعابه اللي مكونفوكين ديال المنتخب الوطني ديالنا اللي هما 27 ونحاول على الاقل يجاوبوا النص فيهم. كنا ديجا قلنا ان المدافع ديال المنتخب الوطني يونس عبد الحميد ما عندوش انستغرام، دوك عندنا 26 لاعب وما اللي صيفط لهم ميساج في التحدي وما يجاوبونا النص. النص ديال 26 هي 13، دوك الا جاوبوني 13 واحد ربحنا التحدي، جاوبوني 12 ولا اقل خسرنا. اوكي باي حاجه دوك عيجاوبونا وما كاينش منا اللي شي مره صيفط ميساج لشي لعاب وكيقول واش جاوب ولا ما جاوبش. هادي اكسبيريونس نعيشوها كاملين مجموعين اللي يكون فيديو شويه فان. اوكي حاجه واحده علاش تعطلت بزاف حيتاش هادي هي اصعب ايبوك
صيفط ميساج شي لاعب ديال المنتخب كونسونطراسيون منتخب كاس افريقيا شكل شفتو مواقعين سورتو جيت حتى اليوم راكم شفتو كنا كنديرو فيديو في النهار دونك ما ساليناش. المهم احنا درناه دابا ندخلوا دابا الانستغرام ديالنا نشوفوا شحال من واحد جاوبنا من دوك 26 لعاب. اوكي تو اخوان ما تنساوش احنا قدام انستغرام ديالنا اللي مازال ما فولوينيش هذه فرصه باش يتزادوا حكا من اللي درنا الريكورد دابا شي 60000 70000 تبارك الله الاخوان. اوكي فولوينا اوكي نبداو باول لاعب عندنا في لاليست اللي هو مولير الكجوي ولا مونير المحمدي. فين كنا صيفطنا ليه اوديو قلنا ليه راه دايرين تحدي كذا اليوتيوب هذه باش جاونا قلنا ضحك وقال لي بوزياتينيش اونو قال لي انا معاك اول جواب ديالي حسبه. دونك دابا جاوبني واحد باقي ليا شحال 12. حاجه اخرى اللي خاصني نذكرها في هذا الباب هذه كاينين ربعه اللعابه ديال المنتخب مستحيل تصيفط لهم ميساج مانعينهم اللي هما اسم زراوي اشرف حكيمي بلال الخانوس وزياش هادو مانعين تصيفط لهم ميساج في انستغرام. دونك انا حاليا كنلعب على 22 لعاب خاصني نجيب منهم 13 جواب يعني خاص 8 اللي ما يجاوبونيش صعيبه شوف هذا البيريود. المهم مونير الكجوي ما كاينش من اللي ما كيعرفوش حارس لعب لينا في مونديال 2018 حارس لعب لينا في المونديال اللي فات في قطر واللي دخل في ماتش بلجيكا وتالق ديال بصح حارس اللي كاين حاليا في السعوديه وكيلعب في الوحده وكيواجه كبار النجوم كل اسبوع. خويا مونير الله يحفظك ليه على هذا الجواب. اللاعب الثاني من الليست اللي هو الحارس ياسين بونو الحارس الاساسي ديالنا حارس ديال الهلال السعودي اللي جاي مقدم دي ريكور خياليين سورتو في الكلين شيت وراه في المجموعه تمارك علينا بيت واحد. دونك ندخل عند ياسين بونو ما نقدرش نوري هادشي اللي لتحت ياسين بونو ديجا كندويو السلام خويا ياسين قال لي واش اخي صافا جواب بسيط صافا في محلو نقدر نبين لكم بعد دون على حوايج اخرين اللي جايين عما قريب هادشي اللي نقدر نقول لكم ما نقدرش نزيد نوري اكثر وهادشي اللي كاين. اوكي صافا هو ياسين بونو جواب الثاني ياسين متواضع الله يحفظك يا خويا ياسين. ندوز الحارس الثالث اللي هو مهدي بن عبيد حارس ديال الجيش الملكي اللي تالق ديال بصح دخلوا لعنده وعندنا اول جواب اوديو. صراحه المهدي بن عبيد ما عمرني ما كدويت معاه لا مره ما تواصلنا فولويت في انستغرام رجع ليا فولو يعني واحد الشخص اللي باينه فيه كبير وكبير بزاف خصو في طريقه التعامل ديالو صيفط لي اوديو قلت ليه عندي تحدي في يوتيوب نسمعوا مجموعه الاوديو اللي جاوبني به باش غادي تسمع. السلام عليكم اخويا فاروق بخير كلشي مزيان شكرا بزاف اخويا الله يحفظك الله يسلك الامور الله يسهل عليك الله يحفظك لي اخويا مهدي بن عبيد. دونك هو عندنا الجواب الثالث من ثلاثه الحراس دونك لي غارديان بثلاثه ديال المنتخب جاوبونا الاخوان ومشوا دابا للدفاع. كيف ما قلنا اشرف حكيمي ما كيخليكش توصل ليه ميساج عندنا الشيبي حتى هو ما عمرنا ما دوينا صيفط ليه اوديو وجاوبني نسمعوا الاوديو ديالو. السلام عليكم خويا فاروق كيدير لاباس عليك كلشي بخير حاك كلشي مزيان الله يسهل عليك اخويا والله ييسر لك الامور نتمنى ان شاء الله الخير في هذه كوب دافريك نتمنى ان شاء الله ربي ما يخيبناش الله يسهل عليك اخويا. تبارك الله الشيبي واحد الشخص اللي شديين كيف ما كتشوف ديما كتحط ستوريات كيف يقلب الفجر وكذا الله يسهل عليك اخويا الشيبي من الكبار للكبار الصراحه اللي كانت فرصه باش نتعرف عليه الشخص اللي درويش قلبه بيض الله يسهل عليك. دونك هذا شحال عندنا من جواب دابا عندنا اربعه الاجوبه حكيمي كيف ما قلت لكم ما كتقدر تصيفط لي ميساج شو دابا عند عبد الكبير ابقر لاعب الالافيس اللي كيلعب في لا ليغا كيلعب مع بيلينغهام كيلعب مع ليفاندوفسكي. دونك حتى هو ما عمري ما كدويت معاه مشيت فولويتو رجع لي فولو وصيفط لي اوديو وجاوبني عليه قال لي انا نجاوبك باوديو. دونك وعدنا الاوديو ديالو هنايا ونوريه لكم هنايا. خويا فاروق من حفظك عشيري راك عاجبني داكشي اللي كدير انا متباك وكلشي تهلا ليا فراسك بزاف الله يحفظك لي اخويا عبد الكبير ابقر صراحه على اين دونك دابا شحال من جواب عندنا ثلاثه الحراس جاوبونا وظهير ومدافع جاوبونا سيس لسوء الحظ ما جاوبناش نمشيو عند نايف اكرد اخوان نايف قبل ما ندوس الجواب ديالو كثر ما انه جاوبنا راه جاوبنا عطانا صيفط لي توني ديالو ما عرفتش تبان لكم الكتبه ولا لا ها هي الكتبه كتب لي فيه فور فاروق ويش يو اول ذا بيست برو ما عرفتش تبان لكم الكتبه ولا لا ها هي هنايا خويا نايف الكبار اما مشى جاوبنا صيفط لنا التوني ديال ويست هام نشوفوا نايف حتى هو باش جاوبنا دخلوا عنده اوكي بلوري الكونفرساسيون اللي قبل قال لي السلام خويا الحمد لله مرحبا والله قال لي الله يسهل عليك وكيضحك قال لي اول جواب ديالي دوك تاهو تحسب لينا نايف اكرد. دونك دابا عندنا سته الاجوبه نايف اكرد راكم عارفين دار الكونفرنس ليغ اغلى مدافع افريقي من اكثر لعبه لي اون فورم شو الاداء اللي كيدير في كاس افريقيا كيفاش كيقطع كواري واحد الشخص اللي متواضع متواضع بزاف باش صفت لك حتى التوني ديالو هكاك راه ما يمكنش اوكي صعدنا الجواب ديال نايف عبد الحميد ما عندوش انستغرام شو عند شادي رياض شادي رياض ها هو هنايا حتى هو جاوبنا قال لي موتاش غراسياس اونو ماس برو قال لي زعما شكرا لك وها هو جواب اخر ديالي حسبه. دونك وصلنا لسبعه مي هنايا الاخوان غتبدا تقصح القضيه حيتاش مزراوي ما قدرش يجاوبنا ولا ما وصلوش الميساج وعطيه الله حتى هو ما جاوبناش بلال الخانوس حتى هو ما غيجاوبناش وغنمشيو عند عز الدين ونحي ونحي كثر من هذا الشيء صيفط ليه المينياتور دويت معاه داو الفيديو جاوبني شي جواب ويقول لي فوكس خويا قلب
ويدين. دونك لاحظتوا كاع اللعابه اللي من غير عطيه الله اللي فايتين كيدوب بالدارجه ولا دازهم البطوله جاوبونا، ما غيوقع مشكل ما غتصل اللعابه اللي كاين ما كيدوش الدارجه ولا ما غيعرفونيش كاع. دونك عندنا جواب اخر. بالتالي وصلنا لثمانيه الاجوبه وعزينا نحيره غني على التعريف، شو البيت لي ماركه ديال تنزانيا كسموا عليه النحيله. نتمنى يبقى غادي في التالق. نمشيو عند سامي الزوزي اللاعب اللي كيلعب بولونيا الايطالي، فريق اللي هو الحصان الاسود ديال هذا الموسم. السلام عليكم وطلع لي فراسك هادشي اللي جاوبنا عليه تحسب جواب بعد ياك. دونك وصلنا لتسعود اجوبه. شو دابا عند سفيان مرابط؟ سفيان مرابط لحد الساعه ما جاوبنيش، امر اللي غيدينا عند سليم املاح. سليم املاح صيفط لي اوديو نفس كنقول لي داكشي دوت فرونسي كنظن. شنو قال لي؟ قال لي الله يحفظك خويا، ميرسي بور طون سوتيان بون كونتينياسيون توا بور سو تو في. زعما شكرنا حنا وداكشي اللي كنديرو. الله يحفظك لي خويا سليم. لعاب اللي كيبان الفرق من كيلعب في وسط الميدان ومن ما كيلعبش، واللي كيلعب في احد من اكبر الدوريات الاوروبيه اللي هو لا ليغا مع فالنسيا. كاع ما كانوا بغينا نتلقاو كاع وبسليم ملاح كنوصلوا ل 10 قربنا ل 13. امير ريتشاردسون الاخوان ما غيجاوبنيش، ما عمرنا ما دوينا. حكيم زياش ما يمكنش لك تصيفط ليه ميساج. صيباري ما يجاوبش. عدلي تا هو ما جاوبش. دوك باقي لي 6 باش ناخذ ثلاثه الاجوبه. لحسن الحظ الكعبي جاوبنا الاخوان وجاوبنا باوديو. الكعبي واحد من اكبر الهدافه ديال المنتخب الوطني. صراحه هادشي اللي لاحظت زعما كاع اللعابه اللي سوا دازوا من البطوله ولا كدوا الدارجه ولا مغاربه يمكن عرفوني وجاوبوني. شوفوا واش جاوبنا الكعبي. فاروق صافا خويا كلشي مزيان مرتاح توازينا امور طيبه هي السلك الامور اخويا تحيات وتهلا لي فراس بزاف. الله يحفظك لي اخويا كعبي العز بيك. شكرا جزيلا. والكعبي راه شارك في مونديال 2018 واحد من اكبر الهدافين ديال البطوله جو بونس عند الريكورد لا ما خفتش نكذب ولا واحد من لي ريكورد المهاجم ديالنا. شكرا لك خويا الكعبي. شكرا. عندنا 11 جواب باقي لينا جوج اخوان. جاوبني يوسف النصيري انا نوري لكم هنايا غاسيا سرمانو وهذيك القبله. قال لي الله يحفظك ليا برو. للذكر النصيري كنت ديجا تلاقيت معاه ملي تلاقيت مع بونو وكنا تصورنا. دونك شكرا لك بزاف اخويا النصيري وعطانا الجواب رقم 12 لينا. السودالي ما جاوبناش. حارس كذلك وزلزولي كذلك. وقعدنا امل اخير اللي هو سفيان بوفال باش نوصلوا 13 جواب. شنو غيوقع؟ ما نقول والو. انتم الاخوان شوفوا الساعه هذه 43 دقيقه سفيان بوفال غيصيفط لي قلب ويد كدير حالك. دونك الاخوان رسميا نجحنا في التحدي ديالنا ديال اللي جاوبونا 13 لعاب من لا ليست كونفوك ديال المنتخب الوطني. لعاب اللي كيلعبوا في توب تير ديال العالم كامل، احسن البطولات ديال العالم كامل. ولا كيف ما كتشوفوا تحدي ديال اليوتيوب هكاك وجاوبونا عليه. هادشي كنت كنشوفو برا بزاف. قلت علاش لا ما نجربو في المغرب؟ واش بونس الا ما خصني نكذب واش اول مره غدير ولا هادي كدير بزاف برا كتصيفطو ميساج للعابه ولا لي كونفوكي ولا كذا. والحمد لله 13 من 13 كنت خايف حيتاش اللعابه دابا مكونسونطرين قليل فاش كياخذوا تليفوناتهم ديما لاعبين ماتش مورا ماتش مورا ماتش مورا ماتش. الضغط اللي كيكون عليهم عاد واش الميساجات اللي كيوصلهم تقدر توضر لهم تمايا. والحمد لله. فيما يخص اللعابه اللي ما جاوبونيش تفهمهم نظرا للضغط اللي كيعيشوه. راه عادي جدا الضغط اللي كيعيشوه ولا كميه الميساج اللي كيوصلوهم. وما علينا نشكروا كاع اللعابه اللي جاوبونا او تحدي درناه والحمد لله. سفيان بوفال راني تكدوت معاه فابيل مع الصابر في الانترفيو دونك عرفنا. اوكي لاحظتوا اللعابه ديال المنتخب ديالنا كلهم متواضعين. شوفوا الطريقه اللي كيجاوبوا بها. شوفوا كيفاش كيبغوا يعاونوا الاخر. قلت لهم محتاج ميساج عاونك وصيفطوا لك زعما هادشي كيفرح من القلب. صدى ما كان خسرت التحدي وخاك 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 خسرت التحدي. خصني نعطيكم شي حاجه. عرفتوا شنو؟ قولوا لي شنو تبغي نعطيكم حيت جبت لاصقه. خليو لي في الكومنتير وفي شي واحد من الفيديوهات الجايين نعطيكم جيفوي على شي حاجه تعجبكم. اوكي هذا ما كان في الفيديو ديالنا. كان معكم فاروق لايف الحمد لله. عرفتي جبت 13 لاصقه وهذه 45 دقيقه انا ما متيقش. اه باقي الميساج. هذا ما كان في الفيديو ديالنا. كان معكم فاروق لايف. نتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي هي اهم حاجه. نتلاقاو في الجاي. تهلاو ليا فراسكم. عمري شفت شي تشيكا بحالك هاك داونية ما كانتش انا وياك حبيبي نديرو نينيا لازم جاري معنا فحالنا تزاد فيكي.